مواطن الدعاء وأحواله. الدعاء عبادة وله أثر بالغ وفائدة عظيمة، ولولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بدعاء، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكم رفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وهو وعد من الله جل وعلا. وقال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وعلى الداعي أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن آداب الدعاء أيضا أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلوات المكتوبة، فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الصائم لا ترد دعوته. ويرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضا، إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات، ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل. فهذا أحد أسباب شرف الأوقات، سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها. وحالة السجود أيضا أجدر بالإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم.